سيادة اللواء بحث رد. اتفضل اتفضل يا سيادة اللواء. اتفضل رد. اولا انا حاسس ان انت محامي شاطر قوي ما شاء الله. خالص والله حاجه كويسه جدا يعني والله على حتى سردك لهذه المعلومات جيده، بس في فوتك بعض الاجزاء. وانا مش عارف ليه عملوا لك قضيه بتاعه اهانه القراء. خدت براءه فيها. انا بس انا معلوماتي كده خدت براءه. انا ما اعرفش بس تعرض لك قضيه وقطع اعتقد عليك نقيب المحامين. ايه نقيب المحامين هو اللي اترافع هذه القضيه صح؟ صح؟ لما شفت انا بقى عارف كل معلش بس انا اقول لك لما نقيب المحامين حاجه كويسه. لما نقيب المحامين يترافع عن محامي دي حاجه كويسه طبعا. عندنا 80 نائب في البرلمان على فكره. على فكره مساله في معلومه نقيب محامين 80 نائب في البرلمان على فكره. نقيب محامين مصر ونقيب محامين شمال القاهره ونقيب محامين جنوب القاهره ومجلس النقابه العامه. انا اول حاجه قلنا لك يا طارق عوضي نزلوا محامي شاطر يترافعوا نزلوا يترافعوا عن محامي وانا قادر ان اترافع في القضيه. لا انا عارف انت ترافعوا عنك من اول جلسه خدوا براءه. انا اكمل بقى. انا بشكر فيك مش بزن. اتفضل. بقول لك ان انت اتعملت لك قضيه لانك اهنت القضاء في وقت من الاوقات. بس انت محامي شاطر. لا لا ما اهنتش القضاء. لا خلاص لا بقى لا لا انا نقدر بقى نعمل شيء. طب نتجاوز هذا الموضوع لان خلاص ده حاجه ما تمش ادانته خلاص. حكم المواد الحقيقه طبعا وخدت براءه. بس يبقى ايه الحقيقه؟ ايه ان انت خدت براءه؟ بس الحقيقه ان ما اهنتش. مفيش يا باشا مفيش نار من غير دخان. يعني خلينا نتكلم على الصح. طب خلينا